بها على السلامة. دونك باش نحكي على دي رومارك على السيكل دو كريبس. اول حاجه هو انه الاوكسالو اسيتات حاجه نستعملها في السيكل دو كريبس، دونك نستحق كعبه اوكسالو اسيتات باش نمشي السيكل بتاعي. ولاحظ انه كل مره فين ما نعمل سيكل نرجعها كعبه الاوكسالو اسيتات، دونك نتسلفها ونرجعها. دونك السيكل دو كريبس ما يصنعش الاوكسالو اسيتات وما يحرقش زاد الاوكسالو اسيتات، جوست يتسلف كعبه يستعملها ويرجعها، دونك سي بون. به دونك هذه رمارك. رمارك الثانيه هو انه ماكش باش تلقى فيديو اسمها لي مالادي نتاع سيكل دو كريبس، على خاطر ما فماش مالادي نتاع سيكل دو كريبس، ما فماش عباد عندهم دي ديفيسي انزيماتيك. طلع عليه، على خاطر ديفيسي في اي انزيم في السيكل دو كريبس، في لي انزيم نتاع سيكل دو كريبس هو انكومباتيبل مع ال افيك لافي، دونك ما تنجمش تعيش مع ديفيسي انزيماتيك في السيكل دو كريبس. علاش؟ على خاطر سيكل دو كريبس هي اكثر حاجه تخرج لنا دونك الانرجي، وما فماش واحد ينجم يعيش من غير انرجي. به اخر مارك نقولها هو على هل الفا كيتو جلوتيرات ديزيدروجيناس الانزيم هذه تستحق نفس لي كوفاكتور نتاع البيروفات ديزيدروجيناس اللي هي كتتذكرهم ذكرناهم فازت تندر لاف اند كير فور نانسي، اللي هي دونك تيامين ليبوات دونك كير دونك الكونزيم ا والفور دونك الفلافين الاف دي وننسي هي الان دي، دونك هذو هما لي كوفاكتور نتاع الانزيم هذه. الكلمه هو انه الفلافين ما هيش الفيتامين بي 5 كما قلت، هي الفيتامين بي 2. دونك هذو هما لي كوفاكتور نتاع الفا كيتوغليترات. في السيونس اخرى باش نراو شنو هي لامبورطونس نتاع لي كوفاكتور هذوما في الباثولوجي. به دونك هذم لي رمارك اللي حابين نقولهم. دونك في السيونس هذه باش نحكي على كيفاش لي زاسيد اميني نجمو نستعملهم في السيكل دو كريبس. دونك عندي السيكل دو كريبس اللي يبدا بلاستيل كوا، لاستيل كوا في حد ذاته يتصنع من البيريفات كي تتذكر. دونك باش ندخل في السيكل دو كريبس لي زاسيد اميني، اول حاجه باش ندخلها هي الجلوتامات. الجلوتامات نجم ندخلها في الالفا كيتوغليترات، دونك الجلوتامات نجم نصنع منها الفا كيتوغليترات. اي دايور جلوتامات جلوتارات يشبه بعضهم، دونك فما سبب على يشبه بعضهم، خاطر دونك نجمو نبدلوهم بين بعضهم. دونك رياكسيون هذه تصير بانزيم نسميها الترانزاميناز. لي ترانزاميناز هما لي زانزيم اللي دونك يتلهاو بالازيسيد اميني، دونك هذو هما لي ترانزاميناز. وهل لي زانزيم هذو ما يستحقوا دونك فيتامين مهم اللي هو الفيتامين بي 6. دونك هذه اول بلاصه نجمو ندخلوا فيها اسيد اميني. بلاصه اخرى دونك عندنا الاوكسالو اسيتات والاسبرتات، نجمو ندخلوا الاسبرتات نصنع منه الاوكسالو اسيتات. كيف كيف الانزيم اللي تعمل شيء هذايا نسميها اسبرتات ترانزاميناز اللي هي لابريفيسيون تاعها ازات، والازات هي حاجه نقيسوها برشا في البيوشيمي باش نعرفوا فماش سيتوليس ايباتيك، معناتها لي سيلول ايباتيك قاعدين شي يتفلقوا. كيف كيف دونك هذه حاجه تتطلب الفيتامين بي 6، دونك هذه الرياكسيون اخرى تشوفها. باه نشوفوا كعبات اخرين دونك وين نجمو ندخلوا لي زاسيد اميني في سيكل دو كريبس. دونك عندنا البيريفات والالانين. البيريفات والالانين دونك نجمو نبدلوهم ما بين بعضهم. دونك كيف كيف هذه الانزيم اللي تعمل شيء هذايا هي الالانين ترانزاميناز اللي هي لابريفيسيون نتاعها الات، اللي هي كيف كيف حاجه نقيسوها برشا في البيوشيمي. دونك لي زانزيم هذوما موجودين برشا في الفوا، دونك نستعملوهم كماركور باش نشوفوا هاكم لي سيلول ايباتيك اسكو قاعدين يتفلقوا ولا. دونك هذه شنو نمارك، اذا كان لي سيلول ايباتيك قاعدين دونك يتفلقوا برشا نسميها سيتوليز، دونك باش يخرجوا لي برشا لي زانزيم هذوما في البلازما. دونك نجمو نقيسوهم في الدم نعملوا تحليل ونشوفوا ان اسكو طالعين ولا. باه دونك كيف كيف الانزيم هذه طلب البي 6. دونك اخر حاجه دونك سوكسيليل كوا نجمو نبدلوها، دونك نجمو نصنعو سوكسيليل كوا بالحاجات هذوما الفالين هذوما كلهم زي سيدامينين الميثيونين ايزولوسين والثريونين، دونك اللي هي دونك في ام اي تي اللي هي دونك جي فوميت، دونك فوميت بالانجلي معناتها ترد، دونك جست فاز باش نذكرها. دونك هذم كيفاش معناها فريمون دخلات والخرجات نتاع السيكل دو كريبس، هذا كيفاش معناتها نجمو ندخلو نخرجو لها. هذه صاصيومه، ان شاء الله تكون عاونتك.